انت الهليكوبتر ديال الاسعاف كتهز وتحط شكان يعني هذه هي اللي جابتك الشخص اللي قلت لكم يعني كتهز وتحط الناس زيرو درهم يجيبوا الناس التعافى فين ما كانوا في انحاء هذه الولايه هذه فين ما كانوا الا كانوا خاصينهم بالنسبه للقلب لان عندهم هنا في هذه الولايه في هذه العاصمه ديال هاليفاكس المتخصصين في القلب متخصصين في جميع كاينين سبيطارات ولكن كيديروا داكشي ديال داكشي كما كنقولوا ديال الجراحه والعالم ولكن اي واحد يعني كتكون شي حاجه غراب يعني اللي ما كيفهموهاش دوك الناس اللي لهيه يعني الاخرين كيكونوا هنا في هاليفاكس جميع الانواع ديال الامراض اللي كيكونوا هنا متخصصين الكلاوي متخصصين القلب متخصصين المره الكبده العالم كلشي متخصص باش كيعطي واحد لي تريتمون اللي كتغلب داك الفيروس اللي مصاوب ديك البلاصه ولا في العظام ولا شي باش كيجيبوا الهليكوبتر يعني التعامل الانساني داكشي ديال ما نقدرش نوصف لكم وبلا شتي الانسان بلا ما يكون عنده حتى شي واحد شتي بلا ما يكون عنده حتى شي شخص في العائله كدا هادي لا غير ذلك بوحدو كيديروا بحال راه مع عائلته ما كانش ويجيو ويديروا الانترديو ويقولوا له واخا راه ما في غيبوبه ما كيعرفش كيقول لها اللي كاين محتاج سبيطار اخر كيديوها نتوما كما كتشوفوا الهليكوبتر اخويا قسم بالله تهون عرفتي وتهون الاتعاب اللي فاش كدوز في داك البروسيس ديال الهجره وداك الشيء اخويا تسنى 12 سنه وهانيه غير تصدق هنايا علاش ملي كتشوف غير هذا السيستم ماشي من اجل الماديات ولا من اجل الصحه فقط وهي من اجل الصحه اما تعيش راك تعيش بالماء بالخبز واتاي وكذا ولكن ملي كتحتاج السيستم الطبي كتلقاو معاك وتا العمل الجمعوي ملي كتلقاو معاك هادي بس والله اخوتي الا كان كيغيضني الحال وهادو كيقولوا عليهم ماشي مسلمين راه هادو هما المسلمين اللي مشينا نشهدوا راه احسن منا حنا اللي كنقولوا مسلمين وكبنام كيكزر فيك من هنا لهنايا ما كيخليش فيك حتى شعره ديال الدم يا مولاي اللي مهتمين بالطب زيرو درهم كلش وما كيطلبوا لك السنس عرفتي راه في شكل وي بلاي 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 حتى اللي ما كيطلبوها لك تخلص هادي بلا واش شحال كيصرفوا عليك وهي الطياره الا بغيتي عرفتي شكون هي الطياره هليكوبتر تهزك من هنا لهنا راه هادشي واحد قال لي راه خصك تخلص 3000 دولار يعني 3000 دولار جات تقريبا 2 المليون اونس قال لي خصك تخلص قلت له انا نهار يقول لي خلص غادي نقول لهم ديوني للحبس انا اخوكم مغربي ولد الشعب كذا هادي ثم نهار يقول لي نقول لهم ديوني للحبس هذا هو اللي بشكل يعني والله اش نقول لكم بيس راه ما كاس يعني كتشوف شي حوايج ما كتبقى عارف ما تقول وهذا هو اللي كان بيس اند لوف تهلا